نشوف الصورة اللي بعدها. كهرباء، كهرباء يعني اول حاجة سلبي. تمام. كهرباء يعني اثر في حقه كتير جدا طبعا بالنسبة للمنتخب، يعني الفترة اللي هو احترف فيها وحصلت مشاكل في الزمالك بعد كده راح اهلي، كل ده طبعا اثر على وجوده في الملعب، فعشان كده اثر مع وجوده في المنتخب. انت شايف ان هي دي الحاجة السلبية بس اللي بتؤخذ عليه؟ لكن هو طبعا لعيب كويس جدا طبعا، بقول بتكلم كده عشان هو كان المفروض ليه مكان طبعا كبير في المنتخب، فهو دلوقتي بعد، فحاجة سلبية ليه طبعا.